عارف إن هضبة الجلف الكبير بتعتبر أحد الشواهد الحية على دورة التغير البيئي؟ الهضبة اللي سكنها المصريين من 12 ألف سنة وموقعها في الصحراء الغربية أقصى الجنوب الغربي من الحدود المصرية. كان الأمير كمال الدين حسين هو أول من اكتشفها وسماها الجلف الكبير، يعني الحاجز الكبير، وده كان سنة 1925. الأمير كمال الدين حسين كان شغوف بالاستكشافات الجغرافية والمناطق الصحراوية لدرجة أنه اعتذر عن تولي عرش مصر لهيامه باستكشاف الصحراء الغربية. الطريق للهضبة بيبدأ من واحد سيوة وبيتجه للجنوب بمحاذاة الكثبان الرملية لبحر الرمال الأعظم، وأول منطقة بنقابلها هي قمع السكر وأبو البلاص. هضبة الجلف الكبير بتضم عدد من الأودية المليئة بشجر الصنت السيال أو الأكاشيا وبعض الجبال، أهمها العوينات اللي اكتشفه السياسي والرحالة المصري أحمد باشا حسنين رئيس الديوان الملكي سنة 1923. بيميز الهضبة وجود عدد من الكهوف المزينة بالرسومات الملونة اللي سجلت الأنشطة الخاصة بالمجتمع المصري ووثقت الحياة البيئية من حيوانات وأشجار وبحيرات، ومنها كهف السباحين اللي اكتشفه المجري لازلواء الماسي سنة 1933، وبيصور عائلات جاية للبحيرة للاستحمام، والنقوش اترسمت وتلونت بمواد وأصباغ طبيعية من الأحجار، ومازال بعض أثرها باقي على أرضيات الكهوف. وجدير بالذكر إن الماسي واكتشافاته بالصحراء الغربية كانت جزء من الفيلم الشهير المريض الإنجليزي. وكهف لاما اللي تسمى باسم مكتشفه الممثل والرحالة المصري الفلسطيني سمير لاما، أول من نظم رحلات سفاري للجلف الكبير في مصر، وهو كهف صغير فيه رسومات لأبقار محفورة في الصخور باللون البني والأبيض. وكهف الجارة اللي بيضم عدد من المغارات بعمق أكتر من 50 متر في باطن الأرض، وتراكيب جيولوجية مبهرة تعرف باسم الصواعد والهوابط من حجر الألباستر عمرها أكتر من 60 مليون سنة. وكهف المستكاوي اللي اكتشفه الرحالة المصري اللواء أحمد المستكاوي سنة 2002، وفيه رسومات صخرية لرجال ونساء وأيدي وحيوانات في مشاهد للرقص والملاكمة والزراعة والصيد. ونتيجة لتغير مناخي وبيئي كبير جفت الهضبة وهجرها السكان واتجه الناس لضفاف النيل، إلا إنها هتبقى كنز من كنوز المعرفة ومرجع لفهم تاريخ كوكب الأرض والحضارة الإنسانية في المنطقة دي.